تشاهدون في برنامج جزائريون. السلام عليكم. صبا بس سيدة كريمة دايخيل، عمرها 52 سنة، نشتغل في المطعم شيف كوزينيير. إذا المرأة ما احترمتش نفسها طبعا ما راحش تلاقي احترام من طرف ثاني. اليوم يعني من أروع ما يكون نحن مع البراءة. يوم عشتوا يوم رائع. خدمة هنا في بلادنا تبغي تخدم بحر واعر بزاف ومشي حل حرق هذه والله ما حل خممنا حرق هكذا ولا ما نحرقش فسكو كاين ولدي وراي. الحمد لله وسند الطب ريخامن ارثاد دار فانت الدكتوراوين فانت الصوانين كل ثان دشون ذهوري تسعه.